أنا يا أخي في الله واسمع منهجي، خذ يا أخي في الله بيدي وساعدي. سلفية في النهج، نهج الأنبياء وجميع أصحاب الرسول محمد. هذه الآيات وحكسوا مواضيع مهمة، وحوقها الرأي نفي الخيرية عن كثير من النجوى إلا ما وجد فيه هذه الأمور المعروفة، وترتيب الأجر على النية الخالصة. آيات هنا وحكسوا إن خيرك اللودي دي إن فربضاً أو شرارك إيا فقط ضدك شرارك إيا ضدك يسقوه من أيان إيا فقه سيأي قل أيان إن بضاً وكم مدأ خيرك واللودي دي إلا قوة المامهن لقه لي موياني، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كصدق الله يسكو أمر أيوه أما وناق الله يسكو فر أيوه أما ضد دحد وضا وحكد عين لقوه شيسين يموياني. وحكروا آيات كسوغا وترتيب الأجر على النية الخالصة، إن أبالك يا أجرك لقى ترتيبي وكد لنا أيوه نية وناق النية خالص كي الله أبر احتران. ومعنوه وحوياي الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس وخير إيه وناق إلا سمييو، لكن وناق جاس وحا أجر لقيه ليا مرك إلهي درتي الله سمييو. ويا الله وحا وكحري ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. مرك وناق وناق مكو سمييون معها إيه وناق أت سميسي أت سميسي دي يادو سميسي ما يأركا يمقلاي ما الدنيا كهل لما فعلته، فسوف نوتيه أجرا عظيما أجر كوحو كرد شيء ابتغاء مرضات الله. مركا عملك لبا أرنبا لغا من مارمانو أه كو هرتينو معروف يوا متابعة دي ووحنا تسمينا سوائنو النقضو وحد كقد ينس النبي صلى الله عليه وسلم أوه دي هدو بدعاء من منكرية هاي لغا أقبل مايو وشردق كوباد إنو متابعة دي شرعق وافق سيه. شردق اللباد والإخلاص وعملكو هنقض عمل صالح وناكسن، لكن ألا درتي هداند أصمين أجر كهلي ميس هكو دالي وحد نقونا سا عاملة الناصبة. مركا كل هدا طبعي سو دالي سو دي نيادة ده هقاج سياد أجر روحشو وألا درتي أصمين. وحكروا آيات كان كسوغا وجوب الالتزام بمذهب أهل السنة والجماعة وحرمة الخروج عن مذهب السلف الصالح. واجب لماذا؟ إلا اللازم مذهب كأهل السنة والجماعة، يعني سنة رسولك صلى الله عليه وسلم إساقا إلا اللازم أو لغو كلمو أو لغو مدوبو إيا حاران لماذا أي حاران تهي إن لغبحو مذهب كالسلف ك. هل كان لغا قادنا يا وحل لغا قادنا يا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آيات إلهي وحاوكو شيئا لبا الرموت مخالفة الرسول ومتابعة غير سبيل المؤمنين. رسول كإن لخلافه إيوه وضد المؤمنين تمدانا هين إن لم رأوا مؤمنين توددوا ضلقا بيروه وحادة بيس ويدين له رسولك إن لخلافه كل جيد أياكوغو فلان قود ديغا إيا وعيد والروح وحو ناركم مدنكرا إنو رسولك خلافه وكلية ما لقود دايا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى محال الله دبار ديغي ويتبع غير سبيل المؤمنين وضد المؤمنين تنكب بيروه. هل كان وحا لغا فهمي إن راعتان كرسولك للراعي صلى الله عليه وسلم إن أنا سوروبين إيا سنة إن لغسقنا دو كتابك لقاته إلا من خلال سبيل المؤمنين وضد المؤمنين تيهور أمرين إن لهم مرمو ياني وضك لإن أنا فرين أو أي حرانتاي مؤمنين تن لينغو أدون صدي إن نوددو درعنو هدين نكبرنا إن كنا رجلنا وايو مؤمنين تا آيات دان لغو شيغي
وحلوغة شيدا كوى اللغو حصي في سورة التوبة ألو يري والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله حول سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كوي إيمانك يا إسلام نمد وقسوه الرئي وصوه المري إيه مهاجرين تي أنصار تأها وصحابتي والذين اتبعوهم بإحسان إيه كوي كوا وناق كراعي تابعين تي أتبعوا التابعين رضي الله عنهم ورضوا عنه كواس إلهي رالبو كالنقضي إينا رالبي كالنقضي وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وحنا الله ديار قريه جنوين هستو دعي وبي القلقليا خالدين فيها أبدا وليغود إيغو كوارا جنوين كاس ذلك الفوز العظيم. الله حولي كاس والي بانتي وينيد. هذه الآية وحلقوا حصي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان مؤمنين تيهوري اي ربي يا رسول كي سبا اي رالك النقدين اي آية دالك حصي ويقوه الرئيان صحابة الرسول الله رضوان الله عليه من المهاجرين والأنصار اي كوي كوى وناق كراعي هدبا مؤمنين تلين نقو أدون صدي دريقو دائنا نقادنه وكواس وكوا إلهي رالك النقضي رسول كي سنو رالك النقضي صلى الله عليه وسلم وكو النبي كتل مامي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني ذاتك وحا أقو خير بدن بأن النبي كي صلى الله عليه وسلم قرني قيقا ووقتك النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابة ديس كدب كو كسيحك كدب كو كسيحك سدح ذا قرني إيه الله يا رسول كيسو بأي خير كي وناقا وغمر خاتك عين ويان مؤمنين تلاي نقو أدون صدي دريقو دا إنا نقادنو وحنا هل كالاقا قادنا يا الكتاب والسنة إن كتابك ألا لقاتو وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقو سقنادو أو دريق الرسول كالراعو وحا الشرد هو فهم السلف dadkii wanaagsanaa ee hore ee saxaabadii ugu horeeyeen ee hormoodka u ahaayeen siday u raaceen ay u fahmeen ay diintan u qaateen in loo qaato waayo deeyaga dabadood ayaa khilaafaadka iyo fitankan faraha badan leh ay dhaceen diinta xaqaana maanta lagu ma qiimeyn karo waxa muslimiinta dhexdooda ka dhacaya laakiin waxa lagu qiimeysan karaa marka dib loogu noqdo nabi maxamed iyo saxaabadiisu waxay ku sugnayeen ilaa maanta wax walba uu dhacay oo balaaya dhacday oo fitan baa farabatay marka hadaad waxa maanta jooga wax ku qiimeysato dawad lumasa laakin waxa wax lagu qiimeynaya maana alayhi wa ashaabi rasuulku sallallahu alayhi wa sallam markii la waydiyay al fiqh an najiya rasuulku markuu tilmaamay ummadiisu inay u kala kici doonto 37 qaybood oo kulluha fin naari illa waahida la waydiyay rasuulkii allah waa ayo waxa weydiyay maana alayhi wa ashaabi روايانا وهي الجماعة ما أنا عليه وأصحابي نبي قوحو كعديي عدة بدبادسة الفرقة الناجية وعدة كسو قنبو النبي قولي صلى الله عليه وسلم أنيقا إيا أصحاب تيضمان توحان وكسو قنن هاي أوكال عدة كسو قناتا إيا بدبادسة وحمركا لقا قبا هاي مانتا إن ميزانك أدوحكو عبيري ساؤو النقضو نبي محمد يا أصحاب تيسم حي كسو قناتا ما أنا عليه وأصحابي مدك لو حلق قادنا يا ما أنا عليه وأصحابي فهم الصحابة إنه واجب يعني ويا النبي كم الدين ما أنا عليه أنا وحنا كسر جناح لكن وحنا الراعي وأصحابي أنا جا إيه أصحاب تيدا وحالك حلق قادنا يا تفهم كصحابة وسيد الدين توقعتني رسولك الراعي إنه واجب يعني ولا أنت للليباني سيدك الله رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كعرباض بن سارية وحول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وحد لازم تان سنة ضيدة الضريق يقال لازمة إيا خلفاء الراشدين توددوا ده يعني رسولكم حوق الدين وهي بسنتي
وسيلينو درنسيو فهمك إيا طريق الصحابة إنو مر والبلغ مرمي أون لغتك كري سيدا درتي أي ابن القيم وحلى عليه رحمة الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان كما الدين قال الله قال رسوله وحو الراعي قال الصحابة علمه ووحو الله يدي يوحو رسولك يسوري صلى الله عليه وسلم إيا الصحابة وحي الاهدين كوي النبي صلى الله عليه وسلم لا صاحبين لا سعودين لا رفيقي إيقوب جوغ أها وحي قام منزل كيدري مركب سودقي يصغع عصب إذن هل كان وحي نوغس وبحيسة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح سدح ذاتير مكة لهاري كران هداد كود يسا كتاب كي السنة دو كلية نوال بوو شيغان ايا والكتاب عديد يسا دي مجرد السنة عديد يسا مجرد لكن وحلقو كالتقي على فهم السلف الصالح كتاب كواد شيغان ايسا سنة نواد شيغان ايسا لكن سداد وقادتي سيداد وفهمتي ياد كقضايا نسا ما انت وحن مشاكل عالم كقضايا وحا أصلوه وحن لقتهي على فهم السلف الصالح هدي اللولا نقول لها صحابة يا تابعين تي أتباع التابعين يا قرون تي فضلك بضنيد وحن ما انت دعايا مدعين يعني قرآن كقفك أخرية يساقو قفك مسلم كأي موحد كأي لا إله إلا الله لها هذا نسيدنا فأريا قورعية آيات قرآن وأخرية لكن آيات القرآن كانوا مو فاهمين سيد الصحابة مو فاهمين حوادي سأيوك فسره وكفاهمين إذن وواجب إن فهم كالسلف كاللقصة قلنا هذون دين عن الله قبيرين سلف مركا إنه لا نهينا قفك وإنه فهم السلف الصالح وامحي وصحابة رسولك يتابعين تي أتباع تابعين وصدح دي قرنية ضدك وقفت لك بضنايا مخلوقاتك وقمضنا إيه أدونك صومري أي اللوغة تيدادتك وناكسنا يا هوري قفك كوا راعة سلفي هذا مقاشنا تهو قفك كوا راعة سلفي هو صحاب الراعي أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي إناد راعة دم عيبا كجرتي عنان تيناد كجر إناد كضة يطوت كوا وددو دك راعة أي سلفي معنيه دوتا سلف نوا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا رقي رقها إذن خلاصة وحايتها قفك مؤمن كيدون يمانت إنو بدباده وإنو النقضو قفك الصعدة منهج كي سلفك وصحابة يكو وناقا كو راعي حديكو اللقاء مارما يلما راعيين ويتبع غير سبيل المؤمنين وحندو قاتا تدك قاركود وحلقا يابا منهج كي مذهب كي سلفك إيا صحابة إنو هيبل إيا فلان إيا علان إيا كده حركو النعو وإنو تكد داشو عدة اللقوبية يا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي وأصحابتي يا تابعين يا أتباع التابعين ما هيبل يهبل الكفين عد قارك ورن ما يدبض قبصه لكن ما حنقول أيها أبو بكر دبض قبصه يا عمر يا عثمان يا علي كواس ميا نظرة لك هاي شيخ الألباني أي أنه وحو كويري بالكبر ندان كويرا يعني وحو آدو فهم واي مذهب كسلفي كامرة وحو كويري كبر ندان كويرا هذا وحنا الروح مسلم وكتابك إيه سنة كسعة وصدي ددك وناكسنا يا هوري أصحابتي إيه تابعين تي أتباع تابعين سيدو دي وقود ديانا إياه أيان أهي هدان كويرا كور سيدو والله وهذا الوناكسن محا كفي عن إنا ترى هدان بحان هاي مسلم وذا دانا ترى كتابك إيه سنة كسعنا هاي وذا دانا راعيسو كتابك إيه سنة وحان وقود سعة سيدي صحابة وهذا الفعان ومعان بويل هذا بويل هذا الكار استبطعن ومبان كوغسو قابي سلفي أو كلمة سلفي ياء النسبة واللغة العربية ياء النسبة ده وحلا قلي يا قفكو هل كون النسبة شيء أنا يوكو أبتر سنة يو يا ذيك سنة سويت كسوه رنسة يعني أنا سلفي وسلف راعي ده كيو وناك سنة كضيدة أي اللغة شيء ده ده محاكاة في عن إن ده كيو وناك سنة كضيدة ودريق وده أتقاضت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مجموع الفتاوى مجلد كأفراد صفحة بقول يا سقالي أفرتهم حكولي لا عيب على من أثر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا وحور عابي عناني مسار روح موجستا مذهب كي سلفك ضريق ضدك وريوناك سنة ننك موجية وحلقوا عايو لقوا عنانتو مسامين
ruuxa u nisba sheegta ku waayay inaa anuu salaf raacanayo ana salafi. Waxa uu sheekhu lislaam yidhi, bal yajibu qabuulu dalika minhu bilitifaaq, iska dhaaf in lagu qabsadee waxaba waajib ah in laga aqbalo oo loo garaabo. Faina madhaba salafi laa yakuunu ilaa xaqa, waayo madhabkii salafku waa saxaabadii iyo kuwii wanaagga ku raacaye xaq mooye, wax kaleba ma xambaaro. Waxa uu yidhi, manaahijta kale ka soo hadhay xaq iyo baadilba waa ku jiraa, laakiin manhajka saxaabadu xaq mooye baadilba ma geyo. Dee adoo haysta manhaj xaq maxdi oo barax tiran ah, manaahij kaloo labadaba isku darsatay, maxaad ugu doorsan? Saxaabada ku ekow, iyagaa kugu filan. Yacnii axzaab kale iyo ururo kale iyo afkaar kale iyo aaraa kale waa wax ummadda kala qaybiyey, laakiin ummaddoo dhammi hadday qaadan lahayd alkitaabu wasunna calaa fahmi salaf, kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii saxaabada, intaasaa ku filaan lahayd. Adduunkooduna uu ku hagaagi lahaa, aakhiradooduna ay ku islaaxi lahayd. Marka waxaa laga qaadanayaa aayaddaas inay waajib tahay in rasuulka loo raaco siday muuminiintii hore u raaceen oo saxaabadu ay ugu horeyso. waxaa kaloo aayaadkan ku jira khataru shirki washayaan, khataru shirki washayaan wa anna jamiica adunuubi taxta almashiica maa duuna alishraaki billaah. aayaadkan waxaa ku sugan khatarta shirkiga iyo ilaahay in loo shariigiyo, loo cid kale lala wadaajiyo, iyo shaydaanku khatarta uu leeyahay ayaa ku sugan, iyo dunuubta oo dhammi inay tahay taxta almashiica oo ilaahay hadduu doonana uu kaa dhaafayo, hadduu doonana aanu kaa dhaafayn, ilaa shirki mooyaane isaga aan la dhaafayn haddii lagu dhinto. Waayo alla waxa uu yidhi, ina allaha yakfiru dunuuba jamiica, labada aayadoodna isma khilaafsana, ina allaha laa yakfiru an yushraka bih iyo ina allaha yakfiru dunuuba jamiica, ilaahay dembiyadoo dhan waa dhaafaa, iyo ilaahay shirkiga ma dhaafo isma khilaafayaane waa iswaafaqsan yihiin. Oo waxay isku waafaqsan yihiin ina allaha yakfiru dunuuba jamiica, marka la nool yahay towbadu ay furan tahay, dembi oo dhan ilaahay waa dhaafaa, gaalnimo iyo shirkibaa ugu weyno ilaahay waa kaa dhaafaya haddaad ka towbad keento. qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf. laakiin waxaa looga jeedaa ina allaha laa yakfiru an yushraka bih, hadduu ku dhinto ma dhaafayo ilaahay. oo dembi walba ilaahay waxaa la arkaa inuu dhaafo haddii lagu dhinto gaalnimo mooyaane, iyada alla ma dhaafo oo ruuxa ku dhinta naar buu ku waaraya ciyaadan billaah. waxaa kaloo aayaadkan ku sugan, waxaa ku sugan cabadatu ghayri illaahi min alasnaami wa ghayriha hum fi lxaqiiqati cabadatu shayaan liannahu alaamiru bidalik. kuwa caabuda ilaahay cidaan ahayn asnaamta iyo wixii la halmaala xaqiiqa ahaan waa shaydaan caabudoo shaydaan unbay caabudayaan, waayo dee cidda cibaadadan iyo shirkigan amartay waa shaydaan. marka ilaahay maxaa uu yidhi, wa in yadcuuna ilaa shaydaanan mariida, isagaa amray inay asnaamta caabudaan oo xaqiiq ahaan isagay caabudayaan oo addoomo u yihiin, waa cibaadu shaydaan. waxaa kaloo ku sugan aayaadkan, min madaahiri taacati shaydaan dhuhuru lmacaasi min taqyiiri khalqi illaah wa qaci aadaani alancaam wa naxwiha. waxaa ka mid ah muuqaalada muujinaya taacada shaydaanka la addeecayo, waxaa ka mid ah macaasida soo ifbaxaysa ee soo daahirtay, sida abuurka alle in la bedelo, xoolaha dhagaha la jarjaro, iyo wixii la mid ah. oo waxyaabaha shaydaan lagu addeecay waxaa ka mid a ilaahayna lagu caasiyey taqyiiru khalqi illaah, abuurka alle in la dooriyo la bedelo, oo ruuxu muuqaalkii alla u abuuray inuu bedelo. sida dadkan waxa weeyaan dee midabkoodiiyo muuqaalkoodiiba kiimika intay isticmaalaan midabkoodiiba bedelaya, dumarka u badan oo maanta dumar fara badan ilaa man raxim allah, midabku alla u abuuray intay ka tageen ayaa ku kalena may gaadheen naftoodii ay dhibeen oo ay dhibaateeyeen. waa taqyiiru khalqi illaah, shaydaan baana amraya. waxaa ka mid ah waxyaabahan inta jidhka la tumo waxa weeyaan lagu sameeyo ee washmiga, inta la dalooliyo markuu dhiig ka soo yaaco wax lagu shubo oo midab kale u yeelanayo. waxaa ka mid a tafliiju lasnaan, ilkaha in la qorqoro oo la kala fogfogeeyo oo tafliij wax la ydhaha la sameeyo. waxyaabahaas dumarku yacnii timahoodii timo aan ahayn si ay dadka ugu dagaan inay ku xidhiidhiyaan, waxaasoo dhammi waa doorin iyo bedelaad khiyaamo iyo khudca ay ku jirto. waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha shaydaan lagu adeecay
قطع آذان الأنعام حولها دغهودي ولا چرچرايو لوغما جيدو دغه چريدان سمدي خولها او خولها ان لا سمديو او علامات اي كو كلا سومان خوله لوغو سميهو iyadoo neefkii aan la cadaabeyn oo la dhibeyn sumad yar in lagu sameeyo dhibaato ma leh laakiin fala yubtikunna aadan al-an'am waxa looga jeedaa oo ay sameyn jireen xoolahooda asnaamta ayay u calaamadin jireen oo dhagaha iyo wax lamida intay ka googooyaan ayaa nafka iyo nafta yaani waxa weeyaan neefka xoolaha ah iyagoo sanamka ku weyneenayo ku tacdiiminaya ayay oran jireen waxa weeyaan sanam baa loo calaamadiyay markaasaan waxa weeyaan hilibkiisa la cunayn oon caanihiisa lacabayn oon la fuulayn oon lagu intifaacayn marka waa nooc waxa weeyaan ay sameyn jireen jaahiliyadii hore oo asnaamta ay ku caabudi jireen marka ta shaydaanku amrayo ee falayubatikunna aadaalan an'aam taasa looga jeeda waa xoolihii ay asnaamta intay dhagaha ka googooyaan odhan jireen asnaamta ayaa loo calaamadiyey dabeed cid uma dhawaan jirin laakiin sumadan xoolaha ee la calaamadiyo wax dhibaato ama leh haddaan neefka lagu dhibaateynayn oo aan deejirkiisii la googoynayn aayaadkan waxaa kaloo ku sugan silaaxu shaytaani fii idlaali linsaan alwucuudu alkaadiba waalamaan albaaطila hubka shaydaanu adeegsado insaanka lumintiisa waxa ugu weyn ballanta beenta ah iyo yididiilada beenta ah yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum ashayطaanu ila guruura marka yacni waxa weeyaan waa ballan been iyo yididiilooyin been ah waana waxyaabaha shaydaan insaanka uu ku halleeyo ku lumiyo shaydaan waxa uu ku dhaartay ilmo nebi aadam inuu qayb yacni uu qoondaysto uu ka goosanayo hadalkan mal uu ku yidhi malihiisiina waa rumoobay laattakhidanna min cibaadika nasiiban mafruuda wuu maleeyey malihiisiina waa rumoobay oo ilaahay baa ka warramoo yidhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu fattabacuuhu ilaa fariiqan min almu'miniin ibliis waa ku rumeeyey malihiisii uu ka malaystay inuu qoondaystay qayb ka mida ilmo nebi aadam oo u goostay waanay raaceen in yaroo mu'miniintii ka mida mooyey inta badan baa raacday marka malihiisii waa ku rumoobay ilmo nebi aadam in yadcuuna min duunihi ilaa inaasan waxa jalaalaynku uu leeyahay jalaaluddiin asuyuuti ilaa inaasan ilaa asnaaman mu'annatha kallaati waalcuzza wamanaata yacni ma caabudayaan ilaa asnaam dhadiga mooyaan oo dhadig ah sida laata iyo cuzza iyo manaata waa wada mu'annathe maarkasa waa asmaa mu'annath ah allaata waa isam dhadig alcuzza manaata macnaha magacaanta dhadig ee asnaamtu ay leeyihiin ayay caabudayaan waxaa kaloo lagu fasiray ilaa amwaatan ilaa inaatan ay amwaatan wax dhintay mooye wax kale caabudi maayaan oo waxaa la yidhi waxaa loogu masalay yacni inaasa ama dhadiga amwaad waxaa loogu masalay waa bijaamici cadami nafci waxtar la'aanta oo sida dumarkuba ay dee daciif u yihiin ama dhadigu ee waxtar badan aanay u lahayn baa amwaaduna yacni aanay waxtar u lahayn oo sidaasa loogu shabaayo oo waxaa looga jeedaa ilaa inaasan ay ilaa amwaatan wax dhintay mooye wax kale ma caabudayaan yadcuuna da ama waxaa lagu macnaynayaa duco oo nooc ka mid a anwaacda cibaadada intii kalena waa soo gelaysaa ama waxaa lagu macnaynayaa sidaynu marray oo macnaha ka caamsan oo cibaado ah oo ducadiina ay ka mid tahay waayo ducadu waa nooc anwaacda cibaadada ka mid a ee cibaadadii oo dhan ma aha marka waxaa ka awlaysan cibaadada caamka in lagu macneeyo ducadiina ay soo hoosgelaysay iyo baryadii allah waxa uu ihi laa khayra khayr kuma sugna fii kahiirin in badan oo min najwaahum faqooda ka mid ah ilaa man ay ilaa najwaa man mid faqiisa mooyaane oo waxaynu nidhi si faqa faqa looga soo reebo waxaad u soo qadartaa mudaaf najwa ah oo najwaha ayaa najwaha laga soo reebaya ilaan man oo qof mucayana ah cayn macno lagama soo reebi karo waxaa kaloo tafsiir kale ah najwahaba in lagu fasiro bimacna almutanaajiin kuwii faqayay laftooda markaa waa suurtagal
إن منت لقى صور ريبو هدين نجواها متناجين تلفتوا ضلوا فسر كوي فقي الله يراه ضو لا خير في كثير من نجواهم أي المتناجين إن بدن أو كوا فقي كم إذا خيركم الصقنا إلا من مدمو يعني مركا كيف فقي آيات كيف فقي كصور ريبت لكن وحكاء ليس سيد جلال الدين السيوطي نو مريو إن لبد النجوى سوك لريبتو على حذف مضاف آت كدكتو أو آت راهضو لا خير خيركم السقنا في كثير إن فربضا دحديدكم السقنا خير إن تابضا أو من نجواهم فقود كمد آه إن بضا أو فقود كمد خير ملي إلا من أي إلا نجوى من متفقي سمو يعني كاسم با خير له كاسو أمر أمري بصدقة صدقتك أمري أو معروف أما معروف يوناك ذاتك فري أو إصلاح أما هجاتين ذاتك دحدود اللي هي سي أمري بين الناس ذاتك دحدود أو ذاتك دحدود وحد عي ده هي سين يو هجاتين يه ومن يفعل روح سمية ذلك مذكور كالله سوشي أو أرمها متكم مذا روح سمية ابتغاء مرضات الله رالي أنشاء إلهي الضلبط والضلب يدرتيدنا وصمية فسوف نوتيه وحنصين دون أجرا أبال أبال كاسو عظيما وين وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سياني يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضاني كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.